مرحبا شباب، اليوم بالبرج مال الدجاج لقيت هاي الفختاية ملتف عليها خيط، يمكن من الطيارة أو ما أعرف، يمكن حشاكم بالزبل من كانت تاكل خطية وصاير بيها هذا الخيط ملتف على الجنح على الرجلينات. هي تقدر تطير بس تطير هيك ضعيف كلش تعبانة. شوف الخيط شلون داخل برجليها هم نفس الحالة، سبحان الله ما أعرف، يعني كل يومين ثلاثة لازم ألقى لي حالة، إذا عصفور وإذا فختية، اللي مجروح واللي واقعة من العطش أو الحار. وهسه اليوم دا ألقى هاي اللي ملتف عليها خيط، هي حتى إذا أشوفها ما تقدر تطير قوي. هسه راح أطلع الخيط من عندها حتى نطير هاني وياكم سوا. طلعت الخيط من عندها مثل ما تشوفون، شوية مشان مورم رجليها شلون مش خطي محصور جنبيها. بس هي حتى شوية هم ضارب خشمها هم شوية ذنبي، بس راح نطيرها. شكرا لكم شباب متابعتكم لنا.